أشكر الأخ فاروق الطاهري عضو الكتابة الجهوية لحزب عدالة وتنمية. إذا بدوري أرحب بالحضور الكريم بما فيها المواقع الإلكترونية والصحافة المكتوبة والضيوف الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الصحفي. في البداية لابد يعني من ذكر حيثية هذا اللقاء هذا، وهو الاستقالة الجماعية لمستشاري العدالة والتنمية من المكتب المسير للمجلس الجماعي لبالإنصار، والذي في الحقيقة أحدث ضجة إعلامية ربما لم يألفها الجميع، أن هناك من يستقيل استقالة جماعية من المجالس الجماعية. في البداية لابد من قراءة هذه الاستقالة، ثم بعد ذلك غادي نمر بعجالة الحيثيات الماراثونية اللي وصلتنا لهذه الاستقالة. إذا من فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لبني نصار الموقعين أسفله إلى السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، الموضوع استقالة جماعية. سلام تام بوجود مولانا الإمام. وبعد يؤسفنا السيد العامل أن نحيطكم علما أننا قررنا تقديم استقالتنا من المكتب المسير للمجلس البلدي لبني نصار، وذلك بناء على الخروقات القانونية المستمرة لرئيس المجلس وبعض أعضاء المكتب، والتي سبق وأن نددنا بها في بيانات سابقة، ومنها الدعوة إلى إعادة هيكلة المجلس بعد الغياب المتواصل للرئيس وفشله في تدبير موارد البلدية، مما خلق عجزا مستمرا في الميزانية، كما سبقت الدعوة في بيان إلى فتح تحقيق من طرف المجلس الجهوي للحسابات وإيفاد لجان التفتيش على غرار باقي البلديات والجماعات. هذا إضافة إلى الخروقات المتواصلة في قطاع التعمير التي تضر بمدينة حدودية يفترض فيها أن تعرف نهضة معمارية وحضارية كبيرة، كما أننا حاولنا إحداث التغير من داخل المكتب انطلاقا من إيماننا بالإصلاح من داخل المؤسسات، إلا أن استمرار الرئيس في خدمة أجندته والتي جعلته يقوم بإغلاق جميع مرافق البلدية وتعطيل مصالح المواطنين جعلنا نقتنع أن الأمر متعمدا. ولم يكتفي بكل هذا، بل فاجأ الجميع مؤخرا بمقاطعة دورة فبراير في تحدي سافر لجميع القوانين واحتقار غير مسبوق للعمل الجماعي بعد تجميده للمكتب واللجان الدائمة، مما خلق شللا لا نتصور أنه يوجد في أي جماعة أو بلدية في عموم التراب الوطني. وانطلاقا من مسؤوليتنا التي لا تسمح بالاستمرار في هذا الوضع الاستثنائي، فإننا لن نتحمل مسؤولية التسيير في هذا المكتب، ولكن سندافع عن مصالح المواطنين انطلاقا من ممارسة المعارضة وفتح هذه الخروقات. والسلام. لكن أيها الإخوة الكرام، يعني قبل